إلى البورصة المصرية، حيث تراجعت المؤشرات بشكل جماعي في ختام التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسجل رأس المال السوقي مستوى 673.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10415 نقطة، وأغلق عند 10247 نقطة، متراجعا بنسبة 1.61%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1832 نقطة، وأغلق منخفضا عند 1765 نقطة بنسبة 3.67%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2750 نقطة، ليغلق عند مستوى 2660 نقطة، منخفضا بنسبة 3.29%. في أسواق المعادن النفيسة، تعززت أسعار الذهب مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج. ليصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1858 دولارا للأوقية، كما سجل عيار 18 نحو 903 جنيهات للجرام، وقد لامس عيار 21 نحو 1055 جنيها للجرام، أما عيار 24 فقد وصل إلى 1206 جنيهات للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8440 جنيها.